بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط ثمانية. यी शर्तहरू कसरी छन्, जस्तो कि कुनै पनि ताला खोल्नेले चाबी हुन्छ, त्यो चाबीको दाँत हुन्छ, त्यसरी नै लाइलाका दाँतहरू छन्, त्यही दाँतहरू के हो शर्तहरू, र लाइलाको शर्त कति छन्, यदि कसरी लाइला भन्छ, यो लाइलाले उसले कहिले उसलाई नफा दिँदैन जबसम्म कि उसले आठ शर्तहरू पुरा गर्दैन. الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسول. فلو كان جاهلا بمعنى لا إله إلا الله والله لا تنفع. وتقدم معنا أن معناها لا إله نافيا جميع معبد من دون الله إلا الله مثبت العباد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كي وانك لا إله وانك الله باي كوي بني سينا جو عباسنا أثوا بكر أثوا عبادة تلاشان را الله باي كوي بني سطح سطح معبود الله الله باي كوي بني وينا. نعم. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، كل ما عبد من دون الله عبادته باطل. وأعبد الذي يستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذن الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله أن نعلم معنى لا إله إلا الله. نعم. الثاني الصدق، أن يكون صادق في قول لا إله إلا الله، لأن المنافق نسأل الله عليه السلامة كاذب عندما يقول لا إله إلا الله. وكذلك الإخلاص، إنه لا يمكن أن يرائي في لا إله إلا الله، أن يخلص ولا يشرك، لأن الشرك يبطل العبادات كلها. يعني يقول لا إله إلا الله ويذبح لأصحاب القبور، لا تنفع لا إله إلا الله. والقبول لابد يقبل كل ما جاء به الله وجاء به رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يرد شيئا، لو رد حرف واحد آية واحدة لا تنفع لا إله إلا الله. جوزو شرط كي وني قبول قبول يعني الله تعالى لي أخبر رسول معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم جي بني لعنو بحاجة جي سوي لي معنو نتس كو بني بني لفظ را حرف كو انكار نغنو يدي بس يلي بني يورا لفظ أتوى يورا حرف كو بني انكار نغنو جواني تس لي لا إله إلا الله رسول بني لكي بني فائدة قرأ دينو. ولا بد من الانقياد، لا بد أن يعمل. نعم. ولا يترك العمل. त्यसैले गरी आफूले सम्पूर्ण गर्नु अल्लाहको अगाडि हो. यसको अर्थ के हो भने अल्लाहले जे पनि भन्नुभएको छ त्योमाथि अमल गर्नु र अल्लाहको आज्ञा पालना गर्नु. نعم. وكذلك لابد من المحبة، يحب الله ولا يحب أحد مع الله، فلو أحب الأولياء أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام محبة مساوية لمحبة الله والله لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. إذا لابد أن يحب الله سبحانه وتعالى. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة؟ نحبهم لكن تحت محبة الله، لأن الله أمر بحبهم. त्यसैले अल्लाहको लागि मात्र अल्लाहको माया अल्लाहकै लागि मात्र भनेर माया गर्न जरुरी छ. तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ भने कि यदि अल्लाहको लागि मात्र माया गर्ने हो भने अम्बियाको माया अथवा मोहब्बत या वलीउल्लाहको मोहब्बत यो कहाँ जान्छ भने
यसको दर्जा के हो? यसको दर्जा अल्लाहको मोहब्बतमा चाहिँ हुन्छ। अल्लाहको मोहब्बत जस्तै अल्लाहको माया जस्तै माया अरूले नगर्ने। نعم كذلك لابد من شروط لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن يكفر بالطاغوت، فإن لم يكفر بالطاغوت ويكفر بما يعبد من دون الله هذا ليس موحد، لا تنفع لا إله إلا الله. كذلك لا إله إلا الله مدرسة فرنسات الله جدي بني جدي بني إشور بغوان جسدي مانسا ربوشان أصلا أصدقوا باسا قرسان تي سبعي لأي دوتكار لا أثوى إنكار كان نظر ويسا يدي قصي دي ولا بد من اليقين، يعني لا يشك 1% أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لو شك طرفة عين لا تنفع لا إله إلا الله. نعم اليقين وضده الشك، يعني لا يشك في انفراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه، ولا يشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فلو شك 1% لو شك طرفه عين لا تنفع لا اله الا الله. تسيبني لا اله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف صلى الله عليه وسلم يقول لك الله اسمع نظر لك الله لك 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 اسمع نظر لك نعم اذا لابد من ان نحقق هذه الشروط حتى تنفعنا لا اله الا الله. فهناك من يقول لا اله الا الله ولا تنفع. يا ما ماني سلمت يقول شن لا اله الا الله مسلا فرصه ترى يو قرنا لي اسلي كيف ني فائده قرين كان يقول لا يعرف معناها وإذا كان لا أعرف معناه معنى هذا أنه لا أعمل بها أو كان يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله أو يقول لا إله إلا الله وهو غير موقن شاب أو يكذب في قول لا إله إلا الله أو يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بها أصلاً أو يرد شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الله سبحانه وتعالى أو يقول هؤلاء الكفار أنا لا أدري هم كفار أو لا عبادتهم حق أو لا هذه الآلهة حق أو لا أنا لا أدري أنا لا أعلم أثواب أنسى كي يكافي ركوب يكافي ركوب فارم هنوم ملي ثاسينا يا ثواي بعوان أرجسلي يكافي ركوب بوشن يبرو سطية هنكي هن بودي جن سطية هنكي سطية هن ملي ثاسينا مني أنسى مني إسلي بني لا إله إلا الله من سبحانه لا فائدة بريدني والله أعلم الله سبحانه